الذي علمنا القرآن. الحمد لله الذي جعل الحبيب صلى الله عليه وسلم شافعا لنا. نحمدك اللهم إلى أن هديتنا لهذا الدين الحنيف، وما كنا لنهتدي لولا أن هديتنا يا الله. يقول ربنا جل وعلا في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. هذه الآية الكريمة فيها أمر من الله جل وعلا، وفيها أيضا محبة من الله جل وعلا لمن آمن بالله ربا وبالحبيب صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فعندما يقول رب العزة جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، تعلمون أن قدر الحبيب صلى الله عليه وسلم عظيم، لأن الله يصلي عليه. يعني اللي بيصلي على الحبيب إنه هو ربنا سبحانه وتعالى. مش كده وبس، والملائكة أيضا تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى تنال الأمة هذا الشرف العظيم وتدخل في معية الله، أمرها رب العزة جل وعلا أن تصلي أيضا على رسول الله. فشوفوا كرامة للأمة، ربنا بيصلي على حبيب الله عليه الصلاة والسلام، والملائكة تصلي على رسول الله، وربنا جل وعلا أمرنا أيضا أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كرامة للأمة، دي كرامة لنا إحنا. لما ربنا يقول لنا صلوا على رسول الله، لم يقولها لأي أمة ولا لأي نبي. يعني ما فيش أمة من الأمم ربنا قال لها صلوا على النبي وتحكوا أبدا، إنما قالها للأمة دي علشان الأمة دي خير أمة، ونبيها أفضل من أتى وأسلى وصار على الأرض. يعني أفضل قدم سارت على الأرض هي قدم المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأفضل لسان نطق بذكر الله هو الحبيب صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى حباه بالنور وجعله نور، وجعل النور أينما سار يسير معه، يقوم ومعه النور، ينام ومعه النور، يتكلم ويخرج من بين ثناياه النور. إذا جلس بين أصحابه كان أنوره النور، وإذا سار كان أعلاه قدرا وأشرفه النور. كانوا يستضيئون بنور رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظلمات، كانوا ينظرون إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. حتى قال معاوية بن أبي سفيان: والله إني أخشى على عيني من الرمد من كثر النظر إلى نور رسول الله صلى الله عليه وسلم. خايف على عيني من كثر النور اللي طلع من رسول الله، مش قادر أفتح عيني في نور الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. فشوف ربنا سبحانه وتعالى عندما ارتحى الحبيب إلى السماوات العلى وكان على مسار شمس رب العزة جل وعلا، ربنا جل وعلا شوف اللي أنت عاوزه إيه؟ زاد تعمى، أنت عاوز مني إيه؟ قال: والله لا أقول فاطمة ولا العباس ولا أقول نفسي ولكن أقول أمتي. وهو على بساط الأنس في خلوة مع ربي قال: أمتي يا رب، أمتي بس. قال له: يا محمد لا تخشى على أمتك فإنا لا نسوك فيها أبدا. ما تخافش. فهذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس أمرت أن تصلي على رسول الله. لان احنا لو عشنا زمن الحبيب النبي عليه الصلاه والسلام محمد، والصحابه اللي شافوا نور الحبيب النبي وشافوا جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الجالسين شافوا الحبيب النبي، اكيد منكم ناس شافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشافت جمال وحمر بهجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشافت اكحل العينين لحبيبنا النبي عليه الصلاه والسلام، جمال لا يوصف. لو أردنا أن نحكي في جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله نوره أبهى من هذا المصباح.
شوف نقول لك هذا الصلاة من رآه حقا فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما أتته امرأة بصبي ابن لها وقلت يا رسول الله إن ابني هذا يتخطفه الشيطان مرتين أو ثلاث مرات كل يوم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام رايح للغزوة، فأمسك به النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الغلام أو هذا الطفل وتفل في فاه، يعني جف حلقه كده وتفل في فم هذا الطفل، وقال اخرج يا ملعون فاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال للمراه عندما نعود اخبريني ما حال الولد. رجع النبي عليه الصلاه والسلام من الاسود فقال للمراه ما حال ولدك يا ايتها المراه؟ قالت اني قد جعلت لك كبشين، يعني انا معايا حطرت جنبي هنا كبشين خروفين لان الله قد شفى ولدي ببركه دخلتك في فمك يا رسول الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ريقه، ريق النبي كان دواء، كان ريق النبي دواء. سيدنا علي بن ابي طالب كل ما اخبرنا هو ده، لما جه في فتح حصون خيبر كل الصحابه ما تدروش، النبي صلى الله عليه وسلم ارسل سيدنا ابو بكر، ارسل سيدنا عمر، ارسل من الصحابه الكثيرين فلم يستطيعوا، فقال غدا سيفتح حصون خيبر رجل يحبه الله ويحبه رسول الله ويحب الله ورسوله. كل الصحابه قاعدين منتظرين من هو اللي ربنا بيحبه وهو بيحب ربنا ده. النبي عليه الصلاه والسلام شاف وقال اين علي بن ابي طالب؟ وسيدنا علي ما كانش قاعد في القعده كلها. فقالوا به ربط في عينيه يا رسول الله. دعنيك وجعاه يا رسول الله، روح افتح ابنك، دعني وجعاه الشاب وشاب. فقال ائتوني بعلي بن ابي طالب. فاتوا به فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم من ريقه الشريف ودهن عيني علي بن ابي طالب، فقال والله لم ترمض عيني الى ان لقيت ربي. الله اكبر. لحد ما مت عيني ما جاش مرض من ريق النبي صلى الله عليه وسلم. عندما اراد الحبيب صلوات الله وتسليماته عليه ان يدخل الخلاء، سيدنا جابر بيقول ذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعي إداوه، يعني معايا كوبايه ميه، والنبي عليه الصلاه والسلام كان عايز يروح الخلاء، وزمان ما كانش في دورات ميه، فكان يسيرون في الصحراء مسافات طويله حتى لا يروا تحت. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسير طويلا فلم يرى امامه الا شجرتين، شجرتين كده بعاد عن بعض. فيقول جابر، وهذا حديث مروي في البخاري، لا حديث دلوقتي في البخاري عشان ما عادش يتكلموا بس، والبيهقي الاثنين ومنهم من رواه مسلم. فيقول جابر فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم سار إلى إحدى الشجرتين ومسك بفرع منها أو غصن منها، فقال لها سيري معي، فكانت تسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ بغصن الثانية وقال لها سيري معي، فسارت معه إلى أن التأمتا الشجرتين، الشجرتين بوطوا بعضهم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يقوم، فيقول جابر فنظرت فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيت مقام نبيك يا جابر؟ شفت مقام النبي بتاعك يا جابر؟ قال لقد رأيته يا رسول الله. قال اذهب إلى الشجرتين وقل لهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركما أن تفترق كل منكما إلى مكانهما. شوف، فيقول جابر والله لقد قلت بالشجرتين فرأيتهما يسيرا كأنهما يسيرين على قدمي. الله أكبر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه الرجل ومعه ضب، حط الضب في فمه كده وماشي، فقال له تعالى يا عرفي ما بالك؟ قال والله يا رسول الله والله انك ابغض الناس الى قلبي. قال له انت ابغض واحد الى قلبي ومش عاوز اسمعك عشان لو سمعتك ممكن اعمل بيك. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول له اجلس فاستمع لي. قال والله لا استمع منك الا اذا شهد لك هذا الضب. الضب ده زي البورصه كده بس شويه كده موجود في الاراضي السعوديه او في
الرب كده يقول له يا رب من تعبد يا رب يا رب؟ قال اعبد الذي في السماء عرشه وفي الارض سلطانه وفي الجنه نعيمه وفي النار عذابه. قال يا رب بمن تؤمن من الرسل؟ قال اؤمن بالذي ارسله الله نورا. فهدى الله به البشريه جمعاء. اني اشهد ان لا اله الا انت وانك رسول الله. فيقول